سؤال مستمر يأتيني باستمرار، ولكن يعني قبل ما أطرح السؤال أود أن أشير إلى أنه هذا السؤال في الأول الأخيرة بدأ يطرح من باب الشك، يعني هل نحن فعلا في آخر الزمان؟ هل نحن فعلا في آخر الزمان؟ عشان هيك إخواني يعني لربما نعيد ما بدأنا في سلسلتنا اللي ابتدأناها سنة 2015. احنا ابتدأنا سلسلة من سنة 2015، وكنا في ذلك الوقت بدأنا في تفسير سورة الإسراء، ابتدأنا في سورة الإسراء، ومن هناك انطلقنا إلى أمر آخر الزمان ومواضيع آخر الزمان، ومن ضمنها المهدي والأعور الدجال وسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ويأجوج ومأجوج وهدم الكعبة ذو الصواعقتين وطلوع الشمس من مغربها من واقع سورة الإسراء. عشان هيك إخوان ربما نحن بحاجة أن نعيد حساباتنا من جديد. ليس الأمر بما نراه أو نسمعه، إنما الأمر بما يقوله سبحانه وتعالى. نحن نقدم قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام على كل شيء، على كل شيء نقدمها، يعني بغض النظر مهما كان الأمر صعب عليك إنك أنت تدركه أو تستوعبه أو إنك أنت تصدقه أو تؤمن فيه، طالما إنه في قال الله وقال الرسول تقدم قال الله وقال الرسول على سواه. هذا أمر الإنسان المؤمن. ونذكركم إخواني لما تكلمنا في بداية سورة البقرة قلنا إنه من أهم وأعظم وأول صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، علمنا بالغيب. والقرآن الكريم أحيانا يحدثنا عن الغيب، يعني عن أمور لم تحدث بعد، مثل وعد الآخرة. وعد الآخرة لم يحدث بعد، وحدثنا فيه سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فإن حدثنا فيه سبحانه وتعالى هذا الوعد، وعد الآخرة، وقال أن هذا وعد حق، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن هذا الوعد ويقول وعد حق، وصفه بوعد حق، فما ظنك يا مسلم وما اعتقادك بقال الله سبحانه وتعالى بما قاله عز وجل؟ يعني كده إخواني دعونا نعود بعجالة على آيات سورة الإسراء لعلنا نتذكر ونذكر أنفسنا ونعيد بوصلتنا إلى أساسها من القرآن الكريم، من ما لا يمكن تكذيبه ولا تخطيئه ولا منع حدوثه. إذا قال الله سبحانه وتعالى الشيء لا يمكن أن تجتمع، ولو اجتمعت الأمة كلها وتقوم بإيقاف ما ذكره سبحانه وتعالى. سورة الإسراء إخواني تبدأ بسبحان الذي، يعني الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه، يعني كأنه سبحانه وتعالى يقول لك ما ظنك بالله. ولما نقول معنى التسبيح، التسبيح أن تدرك أن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء، وأن كل شيء عدا الله هو لا شيء. هذه حقيقة إخواني، كل شيء عدا الله لا شيء. لو إحنا اعتقدنا أن هناك شيء غير ذات الله سبحانه وتعالى لقلنا كأننا نقول أن ذات الله سبحانه وتعالى لم تكن مكتملة. عشان هيك هذا الخلق اللي خلقه سبحانه وتعالى زيادة عن ذات الله سبحانه وتعالى هي الشيء، فهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى غير مكتمل. أما على الحقيقة سبحان الله بتعودلنا، بترجعلنا البوصلة إلى أصلها، أن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء، وأن كل شيء عدا الله هو لا شيء. وعندما تكلمنا إخواني في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك، تكلمنا وقلنا أن هذا الخلق إنما هو بركة من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما فيهن، هذا الخلق بركة لا تؤثر في زيادة ولا نقصان، لا هي تزيد عن خلق الله، وإن فنت لا هي تنقص من ذات الله سبحانه وتعالى، فهي لا تؤثر في ذات الله سبحانه وتعالى. ذات الله كاملة مكتملة.
لا يضرها ولا ينفعها شيء. الله سبحانه وتعالى هو الغني وهو الخالق، وخلقه بركة، هذا الملك هو بركة الله سبحانه وتعالى. فعشان هيك إخواني من الابتداء الله سبحانه وتعالى يذكرك بالحقيقة التي يجب أن تستوعبها، إنك أنت وكل من عداك غير ذات الله كلكم شو هم؟ لا شيء. فيجب أن ندرك هذا الشيء. عشان هيك إخواني عندما نتكلم عن وعد من الله عز وجل، ما ظنك من هذا الوعد، بهذا الوعد اللي هو من الله يعني من كل شيء، وهذا الوعد في مخلوقات الله اللي هي لا شيء، هل تستطيع مخلوقات الله أن تمنع وعد الله سبحانه وتعالى اللي هو كل شيء؟ نقول حاشا وكلا، فهذا أمر الله ووعد الله وهو متحقق بإذن الله. هيك احنا المسلمين اخواني نرى ما وعد فيه سبحانه وتعالى بقلوبنا انه حادث، وانه كأنه حدث في هذا القلب، حتى لو لم يحدث لا رؤية العين. انا لا انتظر ان ترى عيني حدوث الامر اللي ذكره سبحانه وتعالى انه سيحدث، انا ارى حدوثه في ايش؟ في قلبي. عشان هيك الله سبحانه وتعالى يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ما قال سيأتي كونه من مين؟ كونه من الله. فالله سبحانه وتعالى عندما يتكلم ويحدثنا عن شيء في المستقبل فهو حدوثه كأنه واقع حاليا، لذلك سبحانه وتعالى يقول أتى حاضرا عن شيء فلا تستعجلوه في المستقبل، أتى في الحاضر فلا تستعجلوا في المستقبل. فعليك يا إنسان يا مسلم يا حبيب الله أن تدرك أن وعد الله متحقق لا محالة، وأن ترى هذا التحقق في قلبك، ولا تشك ولا تجعل جوارحك، لا عينك ولا أذنك ولا أي شيء يؤثر في يقينك وقناعتك وإيمانك بالله سبحانه وتعالى وأن ما قال سبحانه وتعالى حق. عشان هيك الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء شو ابتدأ؟ بسبحان الذي، يتكلم عن ذاته حتى يذكرك أنه هو عز وجل كل شيء. ثم بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده، يتكلم هنا عن مين؟ عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وما قال أسرى بمحمد، شو قال؟ بعبده، كأنه العبودية انحصرت في مين؟ بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فهو أعبد خلق الله من آدم إلى يوم القيامة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولا بأس إخواني أن نقول سيدنا، لا نفضل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على باقي الأنبياء، ولكن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وهذا الحديث يعطينا الشرعية أن نقول أنه سيدنا يوم القيامة، سيكون سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وسيكون سيد ولد آدم كلها جميعها ولا فخر، يقول عليه الصلاة والسلام. سبحان الذي أسرى بعبده، وهذه أرقى الصفات، أن يصف سبحانه وتعالى مخلوق بإيش؟ ويربط بعبوديته. فأن تكون عبد لله وأن تكون العبد الذي يذكرك سبحانه وتعالى، هذا يدل على مدى الالتصاق، على مدى الالتصاق. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ملتصق بذات الله بمعنى أنه يعبده وينفذ أوامره ويحمده ويشكره ويستغفره ويتصل به، أفضل اتصال على الإطلاق لكل مخلوق ولأي مخلوق خلقه سبحانه وتعالى. فهذه من أرقى الصفات التي يصفها. وهنا يا إخواني شو صار في عنا؟ صار في عنا ذات الله، شو صار في عنا؟ محمد عليه الصلاة والسلام. كأنه سبحانه وتعالى شو بقول لك؟ بقول لك أنا أبدأ بالله وأكمل بإيش؟ بمحمد. وإحنا على أي أساس إخواني نحيا في هذه الدنيا؟ على أي شريعة؟ على سنة الله ورسوله، نعيش على سنة الله ورسوله. وكأنه سبحانه وتعالى بقول لك هذا شرع الله الذي سيأتي فيه سبحانه وتعالى، والذي سيقره
وأفضل إقرار سيكون منه صلى الله عليه وسلم. فقال الله وقال الرسول، سنة الله وسنة الرسول، شريعة الله وشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ليلا إخواني، حتى تدلنا إنه الله سبحانه وتعالى بذكر مرة أخرى الشغلة، مش شغلة تشوفوني يا ناس، لا، أفضل علاقة تكون بينك وبين الله ما خفيت عن الناس، ما كان في جوف الليل. يعني اعتقادك بالله وحبك للرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون خالص من قلبك. تذكر إنه الليل أنت وحدك، شو بتكونوا؟ بتكونوا مجموعين مع الله سبحانه وتعالى. هون بتبين العلاقة الحقيقية اللي بينك وبين الله. لربما عندما تأتي إلى المسجد وتقف للصلاة بتقول بينك وبين نفسك، يجب أن أحسن هذه الصلاة لأن الناس تطلع علي، وأخشى أن واحد فيهم شو يسوي، ينتقدني في شيء، تخشى من الناس. ولكن هنا نحن نتكلم عن علاقة إيش؟ لا يطلع فيها عليك إلا مين؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى كأنه يقول لك في قال الله وقال الرسول، اجعل عبادتك خالصة لله سبحانه وتعالى، ولا تجعل عبادتك رياء للناس، لا تهمك الناس، حتى لو جاءت كل الناس تقول لك شيء يسخط عنه سبحانه وتعالى لا ترضى، وإنما تقدم رضا الله على سخط الناس كلها، على رضا الناس كلها في شيء يسخط عنه سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد الحرام والمسجد الأقصى بيتين، أول بيتين وضعوا للناس على هذه المعمورة. وقلنا إن المسجد الحرام وتمثل الكعبة، إنه آدم عليه الصلاة والسلام بكى لله عز وجل، ما مقداره؟ يعني الروايات تختلف بين 350 إلى 450 عام وهو يبكي لله حتى يأذن له أن يبني الكعبة، وجاء الإذن. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم يقول لو أن دموع آدم وزنت بدموع ذريته لوزنتها، يعني آدم بكى أكثر من بكاء الذرية كلها. ليش؟ حتى يأذن له سبحانه وتعالى بناء بيت. وهنا سبحانه وتعالى يتكلم عن البيتين، المسجد الحرام والمسجد الأقصى. ونعلم إخواني في حديث أبو ذر الغفاري أنه لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أي بيت وضع للناس أولا؟ شو قال له؟ المسجد الحرام. قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال كم كان بينهما؟ قال 40 عام. وقلنا إخواني آدم ارتبط بالمسجدين، المسجد الحرام والمسجد الأقصى. ثم على مر السنين حتى نصل إلى حقبة ومرحلة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سيدنا إبراهيم جاء إلى المسجد الأقصى، إلى الأرض المباركة، ومنها منه أن يهبط يرفع القواعد من البيت المسجد الحرام، ارتباط ثاني جديد، ومنها ننطلق ونمشي ونسير حتى نصل إلى حقبة سيدنا محمد. سيدنا محمد ولد في مكة في المسجد الحرام، ونبئ وأرسل فيها، وأسري منها لفين؟ للمسجد الأقصى، إعادة الارتباط من جديد. وإن سرنا حتى نصل إلى آخر الزمان، في آخر الزمان سيأتي المهدي ويبايع. أين سيبايع؟ في المسجد الحرام. وأين ستكون وجهته؟ إلى المسجد الأقصى، سيسير إلى المسجد الأقصى ويحرر المسجد الأقصى. فهذا الارتباط العقدي ما بين المسجدين، المسجد الحرام والمسجد الأقصى، منذ بداية الخلق، منذ سيدنا آدم ولا آخر الزمان. وهذا الارتباط إخواني له قلنا معنيين. المعنى الأولاني إنه طالما إنه الكعبة موجودة فالإسلام موجود، فالإسلام موجود، وطالما إنه الأقصى بخير فالإسلام بخير. هذه القاعدة لازم نكون واضحة، تكون واضحة. فهنا إخواني عندنا 4 عناصر في سورة الإسراء يبدأ فيها سبحانه وتعالى: ذات الله، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، حرام، ثم المسجد الأقصى. 4 أمور ارتبطت بربط عقدي لا ينفك، فلا يمكن أن يصلح أحدها دون الآخر. مش
وله أؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. لا يحق لك، مش ممكن تقول أنا والله سأحافظ على الكعبة، ولكن المسجد الأقصى مش مهم. لا يحق لك. هدول الأربعة مرتبطات، الواحد فيهم مع الآخر. الله سبحانه وتعالى إلهنا ومدبر أمرنا، وسيدنا محمد نبينا ورسولنا، والكعبة قبلتنا وبيتنا الحرام، والمسجد الأقصى هو قبلتنا الأولى وثاني بيت وضع للناس على وجه الأرض، وهو بوصلتنا للصلاح إنه الإسلام سليم في هذه الدنيا.